رجاء من السادة الضيوف الوقوف لاستقبال الوفد الرسمي. مساء الخير جميعا، مرحبا بكم، مرحبا بكم. وعند البدء سأود أن أنبهكم إلى أجهزة الترجمة الموجودة على المقعد. الضيف سيتحدث باللغة العربية، فإذا كانت لغة العربية غير جيدة ستجد الترجمة على القناة رقم 1، والقناة 2 عليها اللغة باللغة العربية. قناة و رجاء رفع يدك إذا كانت لديك مشكلة في استخدام أدوات الترجمة. وأعطينا إشارة بيدك إذا كنت تحتاج للمساعدة. اسمي نانسي وينبرغ، أنا رئيسة المعهد الأمريكي للسلام. وبالنسبة لمن يزورنا لأول مرة، هذا المعهد هو تم خلقه كمعهد مستقل بواسطة الكونغرس، وخلال 30 عام الماضية عملنا على حلول عملية لمنع النزاعات والاستعادة الأوضاع الطبيعية بعدها. إنه لشرف عظيم لي اليوم أن أرحب وأقدم لكم صاحب السعادة الدكتور سليم الجبوري، وهو رئيس مجلس النواب في جمهورية العراق. وأود أيضا أن أحرب الوفد العراقي بأكمله، أرحب بهم اليوم، ويتضمن أعضاء عاديين وسابقين في مجلس النواب العراقي. وبشكل خاص أرحب السفير فايلي، السفير العراقي للولايات المتحدة وشريك قيم جدا للولايات المتحدة. كما تعرف الكثير منكم فإن العراق هي تشكل أولوية بالنسبة لهذا المعهد لعشرة سنين بدعم شركائنا الأمريكيين والعراقيين، ولدينا مكتب في بغداد منذ 2004، وفي العام الماضي افتتحنا مكتب في أربيل أيضا. وهكذا كله كان لن ممكن تحقيقه بدون وجود فريق هنا في المعهد. وأشكر منال عمر كنائبة نشطة بالنسبة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والدكتور علوي وهو مدير برنامج الشرق الأوسط، وسرحان أيضا الذي يترأس برنامجنا العراقي. نحن هنا جميعا اليوم في وقت تواجه فيه العراق تحديات ضخمة، ونحن تقريبا بيوم لدينا نزاع عنيف مع داعش وتكاليف مدنية إنسانية تتنامى. وعلى حسب فهمي هناك متوسط 1000 من الجنود والمدنيين الذين يموتون كل شهر في هذا النزاع المستمر. ولقد شاهدنا 3 ملايين من الرجال والنساء والأطفال الذين تم تهجيرهم من منازلهم ومناطقهم ومجتمعات وقرى ومدن بتتحمل يعني دمار كثير جدا. القتال ضد داعش مستمر، ونحاول أن ننظر إلى المستقبل العراقي. لقد مؤخرا استضفنا رئيس الوزراء العبادي ورئيس كردستان الرئيس برزاني، وكلاهما قد أبرز نفس الدعوة للنظر إلى المستقبل والتركيز على الحوار والمصالحة كجزء مهم جدا لمساعدة العراق للسير قدما إلى الأمام. فريق معهد السلام يعمل مع شركائنا العراقيين للتنبؤ بالمستقبل المشترك العراق وتخفيف المشاكل الناتجة عن عمليات التهجير القسري ومنع دوائر الانتقام في المناطق المحررة. نحن ندعم شركائنا العراقيين لعمل علاقات طيبة بين المجتمع والبوليس في بغداد وفي البصرة وفي كربلاء وكركوك، ونحن ندعم الأقليات العراقية لدعم حقوقهم للعمل مع
المساهلين العراقيين لمساعدة التعامل مع النتائج المترتبة للأحداث السيئة مثل عمليات المذابح التي حدثت. ولقد شاهدنا سلطة المجتمعات العراقية المصرة على بناء مستقبل أفضل، وشاهدنا التزامهم بالتوحد مع بعضهم والعمل على حل خلافاتهم، ويستمرون في الحصول على الوحي من قياداتهم الذين يستجيبون لسلام يشمل الجميع. والآن حان الوقت لكي نتحدث عن السلام. خلال الشهور الماضية شاهدنا الأحداث الرهيبة التي حدثت في العراق، وخلال هذه العمليات كلها الدكتور سليم الجبري متحدث كبير أمامنا عمل للعمل لإدخال الأطراف ولإيجاد حلول تؤتي ثمارها، وكان مدعما لمدخل شامل للسياسة لأنه ضرير في العمل من أجل المصالحة. الدكتور الجبوري قائد معروف من ديالا، وكان أستاذ للقانون، وبالتأكيد هو جزء من جيل جديد من القيادات العراقية. هذا هو جيل إمكانيات بناء عملية سياسية شاملة تشمل جميع الأطراف، وبيعمل من خلال مجلس النواب لكي يكون لاعبا رئيسيا في عمليات المصالحة والنظر إلى المستقبل. الدكتور جبوري سيقدم كلمته باللغة العربية، وقبل أن يجلس مع رئيسنا السيد تايلر لمناقشة معه. وبالنسبة لمن موجودين على تويتر، تذكروا هاشتاج إراكي سبيكر حتى تستمعوا إلى المحادثات خارج هذه القاعة اليوم. وبذلك أكتفي بهذا القدر، وأرحب الآن على في أول زيارة له إلى واشنطن ضيفنا السيد الجبوري رئيس مجلس النواب العراقي، رجاء الترحيب به. In the name of God, most merciful, most compassionate, ladies and gentlemen. في البداية أنا أعبر عن شكري وامتناني لمعهد السلام أنا وزملائي، إذ أتيحت لنا فرصة الحديث عن قضايا مهمة وجوهرية وفي ظرف حساس وصعب. كان بودي أن يقتصر حديثي في السلام. كان بودي أن يقتصر حديثي عن السلام في بلدي بين أوساط معهدكم الموقر الحريص على إشاعة السلام وتقويض الأزمات في العالم، لكن ولسوء الحظ أتحدث إليكم عشية مرور عام على اجتياح تنظيم داعش لثلث مساحة بلدي، وما رافق ذلك من قتل ودمار وتهجير لسكان المحافظات التي تعرضت للاجتياح، وما رافقه من سبي للنساء وتدمير للكنائس والأضرحة والأنبياء والآثار، وما رافقه من سبي للنساء وتدمير للكنائس وأضرحة الأنبياء والآثار التي تمثل ذاكرة البشرية، إذ أن بعض هذه الآثار يعود إلى حقب تمتد آلاف السنين في عمق التاريخ. أيها الأصدقاء، برغم آلامنا على ما أصاب شعبنا من دمار، إلا أننا لم نتفاجأ من هذا الاجتياح في حينه، لأنني أرى أنه نتيجة لمقدمات تمثلت في سياسة الإقصاء وكبت الحريات التي مورست خلال الأعوام التي مضت، ونتيجة طبيعية لظاهرة الفساد الإداري والمالي التي طالت أذرعها الأخطبوطية المؤسسة العسكرية كما طالت مؤسسات الدولة الأخرى. كما نعلم وتحدثنا مع حلفائنا في الداخل والخارج وأصدقائنا عن النتائج الكارثية التي ستؤدي إليها تلك السياسات الخاطئة، لكن وللأسف الشديد لم يؤخذ ما حذرنا منه مأخذ الجد، وعومل على أنه جزء من الصراع السياسي بين الفرقاء، بل أدخله البعض في خانة التسقيط السياسي للخصوم، تلك الظاهرة التي استشرت في عراقي
ما قبل أبريل 2014 والتي ما زالت بعض فصولها شاخصة حتى اليوم. ونتيجة لكل ما حذرنا منه شاهدنا جميعا كيف تحول العراق إلى بلد النازحين. لقد أنتج العراق نحو 3 ملايين نازح من سكان المناطق التي سيطرت عليها داعش. وفي إطار الجدل الذي أنتجته تجربتنا العرجاء تحولنا إلى اتهام هؤلاء النازحين وربطهم بملفات فشلنا في حسمنا، وبدل أن نحتويهم ونعيد توجيه أفكارهم منعناهم من الوصول إلى بر الأمان. والنتيجة التي خلقنا منها جيشاً جديداً من المجندين المحتملين الذين يستهدفهم داعش، لقد ضاع مستقبل النازحين بين جدل السياسة العراقية المحوكمة بتوازنات داخلية وخارجية وبين خشيتنا من توفير وقود مجاني لداعش. وها نحن وأنتم نتفرج على تخريب ذهنية جيل كامل خلفته بيئة النزوح من دون أن نقدم شيئا حاسما في هذا المهف. فهل سنواصل دور لعب المتفرج؟ أيها الأصدقاء، رغم قتامة المشهد الذي جئت منه إلا أنني سأحدثكم عن السلام في العراق. السلام الذي يمكن أن نستخرجه من رحم الحرب التي يخوضها أبناء بلدي في مواجهة أعتى هجمة ظلامية قادمة من كهوف التاريخ. السلام الذي نطمح إليه لأننا على ثقة أنكم وكل القوى المحبة للسلام ستكونون إلى جانبنا في هذه المواجهة. قد أبدو متفائلاً أكثر مما يجب بالنسبة إليكم أو بالنسبة لبعضكم حين أقول أن الأوضاع في العراق لا تدعو إلى اليأس رغم سوداوية المشهد. إن مصدر تفاؤلي ينبع من ثقتي بأن شعب العراق لا يواجه هذه الأخطار القصوى بمبادئ حساب التكاليف، وإنما بقيم ومبادئ يقف في مقدمتها السلام والتسامح، لكنه يحتاج إلى مؤازرة أصدقائه للانتصار على تنظيم داعش، وأنتم أقرب أصدقائه. وفي الوقت الذي نشكر أصدقائنا في التحالف الدولي الذي تقوده الإدارة الأمريكية على جهودهم الواضحة في الوقوف إلى جانبنا وسط هذه المعركة، فإننا نعتقد أن عليهم أن يضاعفوا جهدهم العسكري في بلدنا ومضاعفة مساعداته لترسيخ الديمقراطية الناشئة في العراق من خلال توظيف علاقات الدول المشاركة في التحالف لردم الهوة المخيفة بين مكونات شعبنا من جراء سياسات التنصل عن الاتفاقات السياسية. أيها الأصدقاء، إنني كرئيس لمجلس النواب العراقي وكرجل متخصص في القانون أرى أن لا مناص من خوض معركة الإصلاح جنبا إلى جنب مع المعارك التي نخوضها في ساحات القتال، لأن الأولى تكمل الثانية، وهي صمام أمان لعدم نشوء أي تنظيم إرهابي على أنقاض تنظيم داعش يهدد أمننا وسلمنا الاجتماعي، وفي مقدمة مقتضيات معركة الإصلاح تنفيذ بنود وثيقة الاتفاق السياسي الذي تشكلت على أساسه الرئاسات الثلاث في العراق: رئاسة مجلس النواب ورئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية. فلا بد من إقرار سريع لقانون الحرس الوطني الذي سيكون ضامناً لأمن المحافظات المهددة، ولا بد من إلغاء المظاهر المسلحة خارج إطار الدولة، لأنكم تعلمون أن هذه المظاهر هي عسكرة للمجتمع، وأن عسكرة المجتمعات هي مقدمات لإنتاج أنظمة شمولية نحرص على أن لا نعود لها. لا بد في معركة الإصلاح السياسي أن نشرع في إعادة هيكلة المؤسسات الأمنية
وفق مبدأ الكفاءة وبعيداً عن مبدأ المحاصصة السياسية المبنية على تقاسم الحصص إثنياً وطائفياً، كما أن من المهم أن نقر قانون المحكمة الاتحادية وأن نفعل الفصل بين السلطات لكي نحافظ أو نحفظ للمحكمة ولسائر أطراف السلطة القضائية في العراق هيبتها واستقلاليتها في اتخاذ القرار. السيدات والسادة، إن طريق إصلاح العملية السياسية في العراق لا يمكن أن يلاقي النجاح دون أن نتخلص من سياسة الاستقطاب الإقليمي التي جعلت من العراق ساحة للصراع الإقليمي يخوضه بالنيابة في العملية السياسية، يخوضه الفرقاء بالنيابة في العملية السياسية، ويدفع ثمنه أبناء شعبنا دماً وثروات. ولا يمكننا الخروج من هذه السياسة إلا بمعونة أصدقائنا في الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية المؤثرة في المنطقة من خلال ممارستها الضغط على القوى السياسية العراقية وعلى عواصم القرار في المنطقة معاً، من أجل الكف عن تدخلها في الشأن العراقي الداخلي والعمل الجاد على دعم العراق من أجل اختصار الزمن في مواجهة الإرهاب، لأن الإرهاب أصبح أداة للتدخل في شؤون العراق عبر إدامة زخم تنظيم داعش بطرق وتكرار نموذج محدد من العمليات الإرهابية التي تطال أبناء شعبنا في الأحياء والمدارس والكنائس والمساجد والأسواق الشعبية. إن العراق بثرواته الطبيعية في قلب الشرق الأوسط ونجاح تجربته الديمقراطية عبر الإصلاحات ومد جسور الثقة بين الفرقاء السياسيين سيكون مصدر إشعاع ديمقراطي في عموم المنطقة، كما كان يبشر الخطاب الأمريكي في مرحلة البناء الديمقراطي بعد الإطاحة بنظام صدام حسين عام 2003. أيها الأصدقاء، أخيراً أضع أمامكم جملة من المبادئ التي تعبر عن خلاصة مشروع متكامل لعملية الإصلاح وتجاوز التحديات. القضية الأولى، لابد أن نفكر بالاستقرار بعد تحرير المناطق التي سيطرت عليها داعش، وأن نعطي نموذج نستطيع من خلاله أن نحفز أولئك الذين لا زالوا يرزخون تحت نير داعش في نينوى وفي الأنبار حتى يبذلوا كل ما لديهم في سبيل مواجهة هذا التحدي الخطير. الأمر الثاني، إذا كان الدعم العسكري محاط بقيود وضوابط لا يمكن تجاوزها من قبل الدول الصديقة، فلا ينبغي أن تغفل تلك الدول عن الدعم الإنساني الذي يحتاج له العراق اليوم. القضية الثالثة، هناك صراع في العراق بين الدولة وبين اللا دولة. هناك مؤسسات شرعية دستورية قانونية تمت عن طريق الانتخاب يجب أن نحافظ عليها. هناك تغول في ذات الوقت لمؤسسات أخرى خارج إطار الدولة تريد أن تسحب الصلاحيات وأن تفرض الوجود وأن تثبت أنها هي صانعة القرار. بناء دولة مستقرة في العراق هي ضمانة لحماية الأقليات والفئات المهمشة. التشريعات المهمة لا يمكن إغفالها ولا يمكن تجاوزها. تسليح العشائر بالتدريب والتجهيز، لأن السكان المحليون وحدهم، وأقول وحدهم، هم الذين يستطيعون القضاء على داعش، وتغييب دور العشائر استمرار للمشكلة، ولا بد من دعمهم وإسنادهم، كما لا بد من إعادة تأهيل الشرطة المحلية في المناطق التي سيطرت عليها داعش، وأن القوات المحررة تبقى تحت سيطرة واحدة تتمثل بالقائد العام للقوات المسلحة. ومشكلة تعدد القيادات سيؤدي إلى انهيار في الجيش كما حصل في الرمادي.
المصالحة الوطنية تمهد طريقنا إلى الانتصار العسكري. رهاننا الحقيقي على بناء دولة حديثة قوية بقدراتها وبأصدقائها المخلصين. التطرف والإرهاب ظاهرة غريبة على المجتمع العراقي، وقد نشأ نتيجة ظروف سياسية معقدة وسينتهي بزوالها. ولذلك القضاء على داعش بقدراتنا على إرساء السلام وإرساء السلم الاجتماعي، والحرس الوطني فكرة جديدة ومهمة، ولكنها يجب ألا تكون غطاء لحالات طارئة تهدد أمن الدولة. والمجتمعات البائسة أحياناً تلجأ إلى خيارات بائسة، ويجب أن نساهم في عدم دفعها للبؤس، فبدون أمل لا يمكن لأي أمر أو امرئ أن يقدم على قرارات مصيرية. أيها الأصدقاء، أثق بتحرركم لدعم مطالب شعبنا العادلة في التخلص من الإرهاب، وفي مساعيكم لإشاعة مفاهيم العيش بحرية وسلام. أثق أنكم وجميع المحبين للسلام في كل بقاع الأرض داعمون للإصلاح والديمقراطية في بلدي، لذلك اخترت أن أكون بينكم، فإما أن نستثمر شراكتنا أو أن نواجه لا سامح الله مصيرا آخر. شكرا لإصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معالي رئيس مجلس النواب، شكرا جزيلا على هذه الكلمة. نحن كنا معجبين جدا بكلماتك في البداية التي عبرت فيها عن تفاؤلك والتعبير عن التزامك بالسلام وتوقعك للصداقة مع الناس هنا وحلفائكم الآخرين في كافة أنحاء العالم. هذه رسالة إيجابية جدا أحضرتها لنا اليوم. لقد لديك وظيفة صعبة سيادة الرئيس لمجلس النواب، وهو مجلس أنت ربما تتفق لديه في بعض الأحيان مصاعب في التوصل إلى اتفاق وتنازلات وخواتم للمناقشات تدعم السير قدما للأمام لدولة العراق. هل يمكن لمجلس النواب تحت قيادتك وبمساعدة القيادات الأخرى في من النواب، هل يمكن لمجلس النواب أن يكون مكانا في العراق يقوم بالتوحيد ويحدث المصالحة ويقدم التنازلات اللازمة حتى تستطيعوا أن تسيروا قدما إلى هل هذا شيء تشاهدونه وحد يحدث تحت قيادتكم في السنوات في الأيام القادمة؟ لما بدأنا بالدورة الجديدة لمجلس النواب بدأنا على أعتاب تراكمات من المشاكل العديدة، وكان أبرزها طبعا طبيعة العلاقة الموتورة بين الجهة التنفيذية وبين الجهة التشريعية، بين مجلس النواب وبين الحكومة من جانب، إلى الدرجة اللي عطلت تشريع كثير من القوانين المهمة، عطلت تشريع القوانين وعطلت الدور الرقابي. أستطيع القول أن هذا كان التحدي الأكبر، كيف نستطيع أن نبني علاقة متوازنة نحترم الصلاحيات المعطاة، ولكن في ذات الوقت نتفق على المشتركات، وقد يحصل خلاف في الجزئيات والتفاصيل، لكن الظرف الحرج اللي يمر به العراق يحتاج منا أن نتعاون. فقررنا منذ البدء مع رئاسة الوزراء والجمهورية
أن نبدأ ضمن إطار تعاون بين السلطات مع احترام خصوصية وصلاحية كل طرف. ولذلك اليوم مثلا في مجلس النواب اللي تم اختيار رئاسة الجمهورية والحكومة الموجودة وتم إقرار الموازنة لعام 2015 بوقت قياسي وتقريبا وصلنا بعض التشريعات الأساسية إلى مرحلة التصويت، يعني الآن لدينا وإحنا مقبلين على التصويت على قانون الأحزاب، وهذه خطوة مهمة. أنجزنا قانون شبكة الإعلام بعد أن كان في أدراج المجلس 5 أو 6 سنوات، وصلنا قانون المحكمة الاتحادية إلى عملية التصويت، وهذا مشروع قانون 8 سنوات لم يتم تشريعه. وعدنا أيضا بعض التشريعات الأساسية. مجلس النواب الحالي جاء في ظل ظرف حرج مع وجود داعش واحتلال مناطق عديدة، مع ذلك أعضاء مجلس النواب في كافة تخصصاتهم يباشرون عملهم وبشكل دؤوب في هذا الإطار. مع ذلك أعتقد أن المصالحة الوطنية انطلاقها داخل مجلس النواب كأساس، وبدونها لا نستطيع أن نمضي. بدون المصالحة الجادة الفعلية الحقيقية سواء بين المكونات الاجتماعية أو بين القوى السياسية، ولذلك هناك حوار مستديم مع الأطراف والقوى الأخرى في سبيل تحقيق هذا المشروع. Mr. Speaker, you mentioned several of سيادة الرئيس ذكرت عدة تشريعات قد استطعتم وضعتوها كجدول أعمال لكم. ذكرت أيضا في كلماتك تشريع خاص بالتشريعات متعلقة بالحرس الوطني. كثير من الناس هنا يعلمون وأنت تعرف جيدا أن هناك كثير من التشكيلات العسكرية في العراق. قانون الحرس الوطني سيجلب بعض النظام إلى البلد، ولكن كيف يمكن لقانون الحرس الوطني أن يعمل مع الميليشيات الشيعية أو القوى التي تخدم تحت هذه السيطرة، مع البشمرجة ومع الحرس الوطني السني؟ لقد ذكرت أن كل هذه يجب أن تخضع لسيطرة القيادة القائد الأعلى. كيف يمكن للقانون الجديد وهذه التشكيلات العسكرية المختلفة ستعمل مع بعضها البعض؟ أولا، لماذا جاءت فكرة الحرس الوطني أصلا؟ لماذا وضعت في وثيقة الاتفاق السياسي واعتبرت شرط ملزم لتشكيل الحكومة؟ كان هناك شعور في حينه أن بعض المحافظات غير ممثلة في الجوانب الأمنية والجوانب العسكرية، وأن عدم التمثيل أدى إلى وجود داعش في مناطقها، لأن سكان تلك المناطق لم يستطيعوا مواجهة داعش لأنهم ليسوا شركاء في اتخاذ القرار الأمني. فجاءت فكرة الحرس الوطني على أنها تعالج إشكاليتين. الإشكالية الأولى شراكة كل المجتمع العراقي في الأجهزة الأمنية، والإشكالية الثانية أنها تحصن المناطق من أن يأتي لها داعش أو أي حالة من حالات التطرف الموجودة. وعلى وجه التحديد، حينما تم الاتفاق على تشكيل حرس وطني، في حينها كان الاتفاق على أن يكون محلي، بمعنى بإمرة المحافظ، وفي القضايا الكلية يأخذ إعازات من القائد العام للقوات المسلحة. بعد ما وضع مسودة المشروع القانون ونوقش الآن وهو معروض للتصويت، رأت بعض القوى السياسية أن مشروع قانون الحرس الوطني انحرف عن الرسالة الأساسية التي جاء من أجلها. قد لا يكون إلا حالة جديدة كمؤسسة عسكرية تضاف إلى المؤسسات العسكرية الأخرى، الجيش أو الداخلية أو المخابرات أو غيرها، وقد لا يحقق الغاية من ذاته. هذه ليست الغاية من وجوده. كما أن الحرس الوطني في نظر البعض هو غطاء لحملة سلاح خارج إطار القوات الرسمية. في دستورنا كل حمل سلاح خارج إطار القوات العسكرية هي ميليشيات،
ويحظر كما جاء في النص في المادة التاسعة من الدستور العراقي يحظر تشكيل الميليشيات. وبالتالي لابد من البحث عن حالة رسمية يمكن الاعتماد عليها، لأن تعدد الولاء سوف لن يجعلنا نتقدم بالمعارك. يقف قانون الحرس الوطني أمام هذه الجزئية، أمام جزئية النقاش، ماذا نريد من وراء الحرس الوطني؟ البعض يقول إذا كان هي حالة جديدة كالحالات السابقة قد لا يؤدي غايته، والبعض يقول لابد من استثمار أمره. Mr. Speaker, if this... سيادة الرئيس، إذا هذه القيادة الموحدة والجهود العسكرية ناجحة في بعض المناطق، عندما القوات العسكرية في هذه المكونات تحرر بعض المناطق والمناطق يتم تحريرها بالفعل من داعش، ذكرت في كلمتك أن المصالحة والاستقرار مهمين جدا. لدينا بعض الخبرات وأنتم لديكم خبرات والأمريكان لديهم خبرات في هذه الجهود، كيف في هذه المرة الوضع سيكون مختلف عن الأوقات السابقة لعمليات الاستقرار والمصالحة لتجنب الظروف التي قد تحدث إذا ارتكبنا أخطاء مرة أخرى؟ هذا أمر مهم وهو مشروع متكامل. بعض المناطق اللي دخلت فيها داعش ارتكبت جرائم فظيعة، وحينما تم تحريرها السكان المحليين فيما بينهم ثارات متعددة يحتاجون إلى مقدار من الانسجام للتعايش. هناك اتهامات لطرف على أنه يؤيد داعش وطرف على أنه ضد داعش. هناك سيطرة من مجاميع أبيح لها أن تحمل السلاح وأخرى لم يبح لها أن تحمل السلاح، وبالتالي بعض الأطراف أصبحت أقوى من البعض الآخر. نماذج موجودة، أذكر ديالة المحافظة اللي أنتمي إليها على سبيل المثال. هناك من كان يحمل السلاح حتى لو كان مناصر للقوات العسكرية في مواجهة داعش، لكن حينما تم إخراج داعش من المحافظة من كان يحمل السلاح أقوى شوكة ممن لم يحمل السلاح. كيف نستطيع أن نخلق الجو الديمقراطي ونحن نعلم أن السلاح لمن يحمله يعطيه قدر من فرض الإرادة وفرض الوجود؟ وأمثلة عديدة في صلاح الدين ومحافظات أخرى. أنا أدعو الحقيقة المجتمع الدولي أن يركز على مشروع الاستقرار ما بعد تحرير المناطق من داعش. ومشروع الاستقرار مو مساعدات عينية أو مساعدات ضرورية يومية، أكل وطعام وغيره، إنما هو استقرار في إعادة تركيبة العقل وبناء ديمقراطية جديدة ومحاولة إشاعة روح المصالحة الوطنية الشاملة والتسامح. هذا المشروع مو فقط مشروع إنساني، هو مشروع إنساني ولكن يتعداه ليكون مشروع أمني. من المهم جدا ألا تعود داعش بعنوان جديد وبثوب جديد. كيف يمكن أن تعود إذا احنا حققنا العدالة والاستقرار، لكنها تعود إذا كان هناك تهميش، إذا كان هناك إقصاء وكان هناك شعور بعدم المشاركة؟ الرسالة المهمة التي يجب أن نرسلها لسكان نينوى الموجودين الآن في نينوى، وعددهم لا يقل عن 2.5 مليون تحت حكم داعش، بعضهم خائف وبعضهم ليس لديه مقدرة مالية وبعضهم أطفال ونساء، أبلغ رسالة نوصلها لهم أن النماذج التي حررناها من داعش أصبحت بحال أفضل بكثير من الحال الذي هم فيه الآن. أما إذا كانت النماذج سيئة جدا هم لا يفكرون بأن يحرروا أنفسهم من داعش. ولماذا يحررون أنفسهم من داعش؟ يعني ما الذي يدعوهم لذلك؟ القصد أن هناك مشروع استقرار يبدأ بالبعد الأمني والبعد الإنساني وإشاعة روح التسامح والاستقرار والديمقراطية.
Mr. Speaker, we're so pleased that سيد الرئيس نحن سعداء أنه في زيارتك الأولى للولايات المتحدة استطعت أن تنضم إلينا هنا ستجد مجموعة من أشخاص مهتمين جدا في هذا المكان مهتمين ببلدك واتجاهها والسلام الذي وصفته دعني أفتح الباب للمناقشة ليقدموا الأسئلة وأعتقد هنأخذ سؤالين ولكنك ستجيب على كل واحد على حد فالميكروفون يجب أن يكون في يدك ونقتصد في الوقت بهذه الطريقة نبدأ بالجانب اليمين ثم ننتقل إلى الجانب الآخر أيضا للسؤال الثاني سيد اسمك والجهة التي تعمل بها اسمي عبد الحليم أعمل العمل ضد العنف في صوماليا شكرا على استضافة هذا المنتدى المهم وأود أن أرحب بالدكتور سليم الجابوري والوفد المرافق له لسنوات عملت مع مجموعات عراقية بين 2004 ل 2011 ولدي اهتمام كبير بما يحدث في العراق مثل الصومال بالضبط لدي سؤال لا أستطيع أن أجب جباب عليه وهو بشكل محدد فيما يتعلق بالعملية قوات الحشد الشعبي الذي يحدث في العراق كثير من المناطق السنية بيشتكون بأن هذه قوات بقيادة شيعية التي تقوم بكثير من المذابح فأود أن أعرف رأيك على هذا الرأي وبسرعة كثير من العاملين في إدارة بوش لاموا بسبب ما حدث في 2003 أو ما قام به السفير بريمر وخطط تفكيك القوات المسلحة العراقية هو السبب مسؤول عن ما هو موجود الآن في العراق وأرد أن أسمع رأيك في هذا الحشد الشعبي أيضا الموضوع يحتاج أن أتحدث بشكل واضح لما سيطر داعش على مناطق متعددة من العراق وانهار الجيش العراقي وقعنا في مشكلة كبيرة كيف نستطيع أن نواجه داعش فصدرت توجيهات من مراجع دينية متعددة بتعبئة شعبية في أن يساند هؤلاء الجيش وأن يقفوا بجانبهم لتحرير مناطق أكو جانب إيجابي وأكو جانب سلبي الجانب الإيجابي حينما أنظر إلى سكان محافظة يأتون مثلا من البصرة أو من العمارة أو من الجنوب حتى تراق دماءهم في أرض صلاح الدين أو ديالة أو يعاقون بسبب وجودهم مع قوات الجيش هذه حالة من المؤازرة اللي الحقيقة ينبغي أن لا ننكر الجهد الكبير اللي بذل والدور المهم هذا جانب إيجابي يتعلق بمساندة القطاعات الشعبية للجيش العراقي في عملية التحرير ما الذي حصل أثناء عملية التحرير وبعد عملية التحرير واللي أعطى الصورة السلبية كانت هناك أعمال حرق وكان هناك أعمال نهب وكان هناك بعض الممارسات التي بيّنت أن هذه القوات غير نظامية بعضها غير منضبط بعضها بتصرفات من جانب من أطراف من أشخاص بالنتيجة يغيب عنا تحديد من هو المسؤول الذي يجب أن يعاقب ويحاسب وبصراحة حتى فكرة الحشد كفكرة اللي هي مفهومها أن يشارك كل أبناء الشعب العراقي من السنة ومن الشيعة ومن الكرد الكرد عندهم البيشمرقة وهم مستقرون الشيعة لديهم الحشد وبشكل واضح تلبية لنداء المرجعيات الدينية السنة كيف يمكن أن يحتوون وما هو الإطار الجامع لهم حتى يستطيعون أن يؤدون مهمتهم في مواجهة الإرهاب هم عندهم خبرة سابقة في العشائر اللي واجهوا القاعدة وكثير من أبناء العشائر لديهم الرغبة في مواجهة داعش لكن ليس لديهم سلاح وليس لديهم إمكانية تعينهم على المواجهة
فكانت هناك استعانة بقوات تأتي من خارج محافظاتهم في عملية الدفاع عن تلك المناطق. الآن عدد أبناء الحشد بالعموم يصل إلى 100,000 شخص مثلا، بس من سكان المحافظات التي احتلتها داعش فقط عندنا 17,000 منتمي إلى الحشد. هذه نسبة أيضا ينبغي أن تؤخذ بالاعتبار، لأن يترتب عليها التجهيز والتدريب والتسليح ومسائل من هذا القبيل. So let me identify the next questioner here. Okay, but you will. لا عندي حدد السؤال التالي. سيد، إذا ممكن توصيل الميكروفون للسائل. مايكل جوردن، نيويورك تايمز. مايكل جوردن، نيويورك تايمز. Since Mr. Abadi. منذ أن وصل السيد العبادي إلى رئاسة الوزراء في العراق، هل كانت هناك خطوات مهمة من أجل المصالحة السياسية؟ وهل أنت راضي عن سرعة المصالحة السياسية في بلدكم؟ المصالحة الوطنية يبدو أنه ليس هناك تقدم. ذكرت الحرس الوطني وهو غير موجود لأنه مجلس النواب غير قادر على إصدار التشريع الخاص به. يمكن أن نذكر في أن المجتمع الدولي يجب أن يفعل أكثر، ولكن الانطباع هنا أن العراقيين لم يفعلوا ما يكفي للمصالحة الوطنية. هل تشارك في هذا الرأي؟ وما تعتقد أن يجب أن يتم فعله؟ وشكرا. العبادي، احنا ننظر الى او انظر الى شخصين كشريك، وقد يحتاج الى دعم، وهو ايضا ينبغي عليه ان يبادر بشكل اكبر الى تمشية اتفاقات تم ابرامها سابقا، لان التلكؤ او التاخير فيها راح يولد نوع من الشعور بعدم الالتزام باتفاقات تعتبر مهمة. وعليه مشروع المصالحة احنا مشتركين معاه به، وسنمضي متعاونين في سبيل تحقيقه، وهو مشروع مو سهل، مو شعارات، وإنما مشروع عملي وجهد بناء والتزامات على الحكومة وعلى مجلس النواب بشكل أو بآخر. مقدار تقييمي لهذا المشروع إلى الآن ليس بالمستوى المطلوب. مشروع المصالحة لم يصل إلى المستوى المقنع، لم يصل إلى المستوى المقنع بالنسبة لي. ولكن أكو تحديات عديدة تواجهنا كنا، وقطعا يحتاج إلى جهد من الجميع في سبيل إنجازه. قد لا يلقى اللوم على طرف، مع أن الحقيقة الذي التزم يقع عليه العبء الأكبر، ولكن الكل شركاء في النتائج التي تحقق. الجولة التالية من الأسئلة. السيدة أبي يونس، مديرة مشروع ديمقراطية للشرق الأوسط، لقد ذكرت نقطة مهمة جدا، أنك حتى تحفز المواطنين الذين يعيشون تحت داعش أن يحملوا السلاح وأن يقاتلوا ضد داعش، وعلينا أن نقدم لهؤلاء السنة صورة للمستقبل يأملون أن تكون تطبق في العراق، تفعاملهم بشكل أفضل وعن ما كانوا يعملون به قبل حكومة العبادي. وبعض الأشياء الأساسية التي يجب أن تحدث في الفترات المبكرة من جانب سيادتك هو الحرس الوطني وبعض الإصلاحات في مجالات مختلفة تم دراستها من جانب البرلمان العراقي. ما هي العراقيل الرئيسية لعمليات الإصلاح هذه وحدوثها؟ وما هي الاعتراضات الموجودة لدى البرلمانيين ضد هذه الإصلاحات التي أجلت لسنوات؟ وكيف يمكن أن نحقق هذه الأهداف؟ تشريعات في هذا الإطار وأبرزها هو طبعا قانون الحرس الوطني، كان مقرر يوم 30/5 أن نعرض للتصويت بشكل كامل بعد ما أنهت اللجنة المختصة تقديم التقرير النهائي بخصوصه. ولكن كما قلت في الصيغة النهائية بعض الأطراف السياسية وجدت
أن هذا الموضوع يحتاج إلى نقاش، هل هذه هي الصيغة التي اتفقنا عليها أم أنها تحت، لأنه إذا نعمل بعملية التصويت لحسم الأمر قطعا هناك من الكتل الكبيرة التي تستطيع أن تحسم الموقف لجانبها، بينما نحن لا نريد في القضايا المفصلية أن نمضي إلا بتوافق، وهذا هو النهج المتبع عندنا، وعليه قضية التوافق مهمة وفي الجوانب اللي نعتبرها جوهرية. قانون الحرس الوطني قد يحتاج إلى نقاش بسيط، وفي بداية الفصل القادم في الشهر السابع قد نمضي باتجاه إقراره، ولكن كما قلت إقرار قانون الحرس الوطني الذي يعالج المشاكل التي وجد لأجلها وليس عملية إيجاد منظومة جديدة لا تختلف كثيرا عن ما هو موجود الجيش أو الداخلية أو المخابرات أو الأجهزة الأمنية. هذا السيد هنا سأحتاج إلى ميكروفون. سيدة تفضلي. أنا آسفة وأحتاج أن أسأل زميلي وعزيز صديقي العزيز وأخي العزيز الذي عملت معه في البرلمان العراقي سؤال بسيط واحد، ما هو تعريف المصالحة؟ She's speaking in Arabic now. زكية حقي، أول قاضية مرأة في إشراق وفي في العراق وفي الشرق الأوسط، وأنا فخورة بأن أقول لأنك كل شيء في صالح بلدي. أحب أسأل هذا السؤال وأنت تعلم كعراقي أصيل. أسأل هذا السؤال وأنت تعرف كعراقي شارك في العمل السياسي أو ما يشارك، هل في الضالة اللي جتي الآن في مع من المصالحة الوطنية مع البعثيين القتلة those murderers the Baathist who they are now joining الذين ينضموا raping selling Iraqi women so with whom مع من المصالحة الوطنية عندنا مقاييس ل standards for reconciliation without it and also with regard to the national guards احنا I am older than all of them. It is more than 50 years. أكثر من 50 سنة أنا في العمل السياسي. Let me tell you something. We didn't have any, you know, this matter of Shia or Sunni. We never have had it. We are, you know, هذا عشقي الأزلي هو العراق. الإنسان. They mean love is. أنا. They دافع عن وطنه. يعني جميع القوى تاريخ كل الشعوب. شوف الشيوعي. All of the communists in Mao Zedong and Chiang Kai-shek met when they were attacked. When Iraq faces a danger, everybody should be united, not with those whose hands are in blood. مال صدام المجرمين يديرون عمليات ISIS في الوقت الحاضر. Judge, thank you so much. Judge, thank you very much. Thank you for being here. شكرا جزيلا سيادة القاضية على وجودك معنا. على الكلمات اللي تفضلت بها الجناب النائبة قبل، يعني قاضية ثم أصبحت نائبة، وعملنا معها ضمن إطار حقوق الإنسان في مجالات عديدة. بصراحة أكو طبقتين في المجتمع العراقي، أكو طبقة المجتمع عوام الناس وأكو طبقة السياسيين. طوال 10 سنوات كان يرفع شعار للمصالحة ويقصد به المصالحة المجتمعية. أنا أقول بشكل واضح المجتمع العراقي كمجتمع مو كطبقة سياسية ليس فيه ما يميز بالاعتبارات المذهبية والطائفية. أنا أنتمي إلى أزعم أكبر عشيرة في العراق، عشيرة جبور اللي هي
من الشمال إلى الجنوب من السنة ومن الشيعة وكلهم يربطهم آسرة القرابة ويستطيعون أن يتفاهمون مشكلتنا في مشروع المصالحة حينما يتاجر بهذا المشروع ضمن إطار الطبقة السياسية حينما يريد السياسي أحياناً أن يستدر عطف الجمهور في الضرب على الوتر الطائفي ويحاول أن يستجمع ما يعتقد أنه مناسب حتى يواجه خصمه السياسي هذه هي المشكلة الأساسية التي تحتاج إلى علاج واللي إحنا قادرين الحقيقة على تجاوزها So we have لدينا سيدنا والمتحدث التالي هيكون في مؤخرة الصف وأنت بعدي سأتحدث بلغة واحدة اسمي باب كيلي وأنا مستشار مع شركة استشارات في واشنطن كعراقي كيف تشعر بشأن النفوذ الإيراني في العراق وثانيا هل كان هناك أي شيء غير قانوني في التصويت لعزل حاكم نينوى طبقا لدستورنا فإن الكونغرس لا يمكنه أن يأخذ شخص من منصبه كحاكم مثل جيري براون في كاليفورنيا فهل هناك أي شيء غير طبيعي في هذا التصويت؟ Of course. إحنا نحكم وفق قانوننا الذي يجعل أكو طريقتين لعزل الحاكم الأولى عن طريق مجلس المحافظة بالتصويت والثانية عن طريق مجلس النواب بطلب يقدم من رئيس الوزراء وفق القانون والسياقات الطبيعية ماشية ومع ذلك إذا كان هناك خلل في الإجراءات الشكلية أو الموضوعية القانون أعطى فرصة للطعن بصحة الإجراءات أمام المحاكم وقرار مجلس النواب قابل للنقد في العراق قرار مجلس النواب في أي قضية قابل للنقد أمام المحاكم حينما تنظر به المحكمة الاتحادية وهي التي تفصل إذا كان هذا الإجراء صحيح أو غير صحيح واحدة من مشاكلنا في العراق أن دول الجوار الدول الإقليمية لها نفوذ في العراق لها حضور في العراق مو فقط تنسيق مواقف وأحياناً يتجاوز المصالح المتبادلة إلى مصلحة تحقيق الأولوية في تلك المصلحة على حساب الواقع العراقي وأنا ذكرت في كلمتي أن الساحة العراقية أصبحت ساحة صراع نفوذ بين دول ولكن ندفع ضريبتها دماء أبنائنا من العراقيين وثرواتهم وبالتالي نعم أحيانا بعض الدول تفكر أن جزء من أمنها القومي أنها تتدخل في الشأن العراقي وهذا مرفوض من جانبنا مرفوض كل عملية تدخل مثل ما إحنا نرفض أن نتدخل في شؤون الآخرين لا ينبغي لأي دولة أن تتدخل في شؤوننا إلا بالمقدار اللي نحقق به مصلحة مشتركة وهو مسموح وفق القانون والضوابط. حسنا السيد في المؤخرة القاعة شكرا اسمي نما عبد الله أنا بعمل مع نيوز نتورك من كردستان العراق لدي سؤالين السيد الرئيس الأول يبدو أنك تقول أنه حتى نحرر المناطق المحتلة من جانب داعش سنحتاج أن يكون لدينا دعم القوات السنية وهذا مهم أيضا من أجل الاستقرار طويل الأجل لهذه المناطق أود أن أعرف تقييمك لبرنامج السيد العبادي للوصول إلى المجتمع السني هل تعتقد أنه بطيء في محاولته أم أن الولايات المتحدة يمكن أن تفعل أكثر للتأكد أن هناك قوة سنية يتم تشكيلها بشكل أسرع عن ما حدث حتى الآن هل تعتقد أن الولايات المتحدة يجب أن تسلح القوات السنية مباشرة أم يجب أن تذهب عن طريق الحكومة في بغداد السؤال الثاني بشأن كان هناك حديث كثير عن خلق مناطق اقتصادية مثل منطقة إقليم كردستان وهو نموذج للاستقرار للعراق أو كانت
هل تعتقد أن السنة يريدون ذلك؟ السنة في البداية عندما تم غزو العراق كانوا قريبون من هذه الفكرة، ولكن هل ما زالوا يؤيدون هذه الفكرة الآن لأنهم يعتقدون أنهم مهمشين في حب جانب حكم الشيعة في العراق؟ السؤال الأول ينطيني فرصة أن أتحدث عن اتهام أرادت داعش أن تشيعة، وصدق به البعض أن السنة لهم ارتباط بداعش كسنة. السنة وأنا واحد منهم وأعتز بذلك براءة من أفعال داعش ومن الانتماء لها. داعش لا تمثل السنة ولا تمثل الشيعة ولا تمثل الكرد ولا تمثل أي من مكونات المجتمع العراقي، لأنها صاحبة مشروع ونهج يمضي على مسار في حدود الدم والقتل، وهذا الشعب العراقي بريء منه. لكن كيف يتم التعامل مع السنة حتى نحفزهم لمواجهة داعش؟ مهم جدا، حينما قاتل أهل الأنبار العشائر، حينما قاتلوا القاعدة بال2005 واستطاعوا أن يهزموها، بعد ما تم القضاء على القاعدة أصبح كل من يحمل السلاح لمواجهة القاعدة مطالب وفق القانون، لأنه يحمل سلاح خارج إطار الدولة، والكثير منهم طورد وحكم واعتقل. الآن حينما جاء داعش الكثير منهم يحتاج إلى ضمانات، إذا تم مواجهة داعش من يحميني من الدولة؟ من يحميني من القانون إذا لم تكن هناك من آلية بهذا الإطار؟ وعليه هم يبحثون عمن يقف بجانبهم، وأكثر طرف يبحثون ويحتاجون أن يقف بجانبهم هو رئيس الوزراء، وهو متفاعل معهم في ضرورة دعمهم وتأييدهم. تقف أمام مشاكل اقتصادية ومشاكل تتعلق بالسلاح، لكن الحقيقة في قناعتي لا زال لحد اللحظة عملية التسليح للعشائر ليست جيدة، ليست مكتملة. والسؤال هل يتم تسليحهم بالمباشر؟ ثلاث مسائل ذكرتها وأذكرها مرارا: لابد من تسليح العشائر، لا يمكن القضاء على داعش إلا من قبل السكان المحليين، يكون بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية، أن توجد ضمانات لوصول هذه الأسلحة إلى السكان المحليين لمواجهة داعش. ثلاث مسائل مهمة وجوهرية في القضاء على تنظيم داعش. وبالنسبة للمناطق فيما بين كردستان والمناطق الأخرى، الحقيقة البعض منها للأسف سيطر عليها داعش الآن. بعض من آبار النفط سيطرت عليها داعش وتقوم بعملية تجارة. داعش تستثمر هذه المناطق اقتصاديا وتستفيد من الأسلحة التي تركها الجيش العراقي أثناء المعارك حتى تجهز ذاتها. وعليه احنا نمضي باتجاه مصالح مشتركة وتبادل علاقات، مو صراع. ما قيمة الأرض إذا لم يعز ساكنيها وأهلها؟ ما قيمة الأرض إذا تسفك من وراها دماء؟ وبالتالي كل ما حافظنا على أرواح الناس، كل ما استطعنا أن نبني شراكة سواء بين الإقليم أو بين المحافظات المحالية. So, yes. هناك سؤال هنا. شكرا. عباس كاظم، زميل في سايس، معهد السياسة الخارجية في جونز هوبكنز، وشكرا سيادة الرئيس على مجيئك. في كلمتك ذكرت أن هناك حاجة لتفكيك وسحب الأسلحة من الجماعات المقاتلة، ولكن في نفس العبارة طلبت تسليح القبائل. أنا أحب أفهم كيف تنظر لعملية المصالحة بين هذين الطلبين. هل أليس من الأفضل ألا يكون هناك بديل آخر لمقاتلة وهزيمة آيسس على الأرض في جنوب كردستان؟ قد يكون هناك سيطرة أكثر من الحكومة. وشكرا.
We have to... بالبعد العسكري لمواجهة داعش. الخيار الأول أن نعتمد على القوات الرسمية العسكرية فقط وأن نقويها وأن نبنيها وأن نعيد هيكلتها وأن نمضي باتجاه أنها هي القوات المحررة ولا نعطي صلاحية لغيرها أن يحمل السلاح وهذا خيار مفضل عندنا ونعتبره مثالي يتماشى مع الدولة وعملية بنائها واستقرارها. المشكلة إحنا بظرف استثنائي. معنويات الجيش ليست بالمستوى المطلوب. القوات الأخرى الرسمية أيضا ليست لديها هذه الكفاءة. فتم اللجوء إلى خارج إطار الجيش. فهنا الخيار الثاني. إذا تم تسليح المجاميع المسلحة الشيعية والعشائر السنية الخشية إذا تم القضاء على داعش ألا يفترض أن يكون هناك نزاع مستقبلي؟ الجواب نعم قد يكون هناك نزاع مستقبلي ولذلك لابد من احتواء الموقف ضمن إطار رسمي وضمن قيادة موحدة. أما بتعدد هذه القيادات والانتصار للكيان السياسي بالذراع المسلح قطعا سيولد مجتمع متناحر ومتنازع مع بعضه. فإذا أردنا أن نسلك هذا المسلك صح وإذا أردنا أن نسلك المسلك الثاني فيه مخاطر ولكن يجب أن نحتاط من خلال إيجاد منظومة نستطيع أن نسحب من خلالها السلاح. So you'll be next, but first here, sir. Thank you very طي البدري من مجلة Iraqi Monitor. سؤالي الآن يطرح فكرة الحرس الوطني وذكرها اليوم الرئيس أوباما. هذه الفكرة كانت من طرفي في سنة 2011. Are you okay? Right here. But we're not getting interpretation. Repeat. Please. فكرة الحرس الوطني دكتور طي البدري from Iraqi Monitor from Washington. فكرة الحرس الوطني طرحت من قبلي في سنة 2011 للحزب الإسلامي وللحراك الشعبي. لم تكن مقبولة في ذاك الوقت لأنها لم تكن معروفة ما هو معنى الحرس الوطني. اقتبست فكرة الحرس الوطني من الوضع الأمريكي لأن كما تعلمون العسكرية الأمريكية تحتوي على البنتاغون وتحتوي على الحرس الوطني فهي تكون بمثابة check and balance بين الحكومة الاتحادية وحكومة الولايات. في العراق إذا الآن الفكرة طرحت الحرس الوطني وأصبحت مشروع سياسي لنجاحها الاقتراح الذي اقترحه الآن أن يكون رئاسة أو قيادة الحرس الوطني تحت رئاسة الجمهورية وليس رئاسة الوزراء لكي يتحقق فكرة check and balance. رئاسة الجمهورية تحتوي على كل مكونات الشعب بهم رئيس الجمهورية الكردي النائب الأول السيد المالكي المكون تحالف دورة القانون وبها أسامة النجيفي وإياد علاوي وبها حتى نصير العاني من الحزب الإسلامي. فإذا تحقق أن الحرس الوطني يكون تحت رئاسة الجمهورية سوف تحل كثير من المشاكل وسوف تطمئن كثير من المكونات. قد يكون أنه ضد هذا الدستور لأن الدستور هو القائد الذي يعطي الصلاحية قيادة القوات المسلحة لرئاسة الوزراء. ولكن بما أنه المكون الشيعي اخترق الدستور بموضوع الحج الشعبي والجهاد الكفائي فإحنا كمكون سني يجب أن بدرجة أقل نخترق الدستور ونجعل الحرس الوطني تحت رئاسة الجمهورية. شكرا. يعني ملاحظة لدينا وقت لسؤال واحد أخير ثم نختتم الجلسة. شكرا سيادة الرئيس من ودرو ويلسون سنتر. أود أن أؤكد أن الجيش العراقي الذي أشرنا إليه أن كان هناك كثير من الجدل بشأن سبب
أن بشأن عدم قتالهم كما يجب كان في الموصل ومرة أخرى في الرمادي، ولماذا في رأيك أن هذا ما حدث؟ هل المشكلة مشكلة تدريب وهذا ما تعتقد الولايات المتحدة؟ هل هذه مشكلة أسلحة أم مشكلة الحالة المعنوية؟ ما هو تشخيصك لهذه المشكلة، يعني عدم قتال الجيش العسكري؟ طبعا في العودة على ملاحظة الأستاذ، المطلب هو القائد العام للقوات المسلحة. في الدستور العراقي أكو قائد عام للقوات المسلحة بصلاحيات وهو رئيس الوزراء، وأكو قائد أعلى للقوات المسلحة للأغراض التشريفية والبروتوكولية وهو رئيس الجمهورية. فلا يمكن أن يمنح من لديه أغراض بروتوكولية صلاحيات تحريك الجيش وفق الدستور، أكو إشكالية. الأمر الثاني في الجيش الحقيقة في الموصل، وتكرر الحال في الرمادي، فضلا عن العامل المعنوي، عامل المعنويات اللي ما كانت بالمستوى المطلوب، هناك مؤشرات على أوامر وإعازات لتحريك قطعات عسكرية ليست برؤية موحدة، مع أننا نتعامل مع قطعات عسكرية لكن ليست برؤية واحدة، وهي ما أثارت علامات استفهام، جعل مجلس النواب حتى يدقق كيف تأتي أوامر عسكرية بانسحاب قطعات دون علم قيادات عليا مثلا. هذه مشكلة الحقيقة ناتجة عن عدم وجود وحدة قيادة، ناتجة عن عدم وجود وحدة قيادة. سيغيب المسؤول ولن نستطيع أن نحاسب، لأن يضيع علينا من كان متخذ هذا القرار ولماذا اتخذ هذا القرار. الوقت انتهى، والسيد لديه الرئيس لديه اجتماع آخر. بالنهاب عن كل الناس هنا سيادة الرئيس، دعني أشكرك على صراحتك وعلى استعدادك للإجابة على الأسئلة، وأشكرك على تفاؤلك والتي بدأت به هذه المناقشة، وأتعشم أن هذه ليست آخر زيارة لك للولايات المتحدة، وأتأمل أنك ستعود إلينا في وقت السلام لنحتفل بالسلام. وشكرا جزيلا، وأرجو أن تحيي سيادة الرئيس.